في واحدة من أغنى مدن العالم، سكان المنازل ذات السقوف الحديدية وبدرجة حرارة تصل لنصف درجة الغليان، بنظرهم لا يراهم المسؤول إلا في موسم الانتخابات بحلول ترقيعية لا جذرية. فيما تتجاوز درجة الحرارة خلال النهار 50 مئوية، يتلوع أهالي هذه المنطقة تحت سقوف الصفيح الحديدية، ولو تيسرت إمكانياتهم فيشترون الثلج من أبو علي، أحد الذين يعانون ألم الفقر وغياب الكهرباء ولهب حرارة المنزل ذو السقوف الحديدية. طفت الكهرباء تفل الواحد بعش يسوي، حتى وقت الانتخابات ما يجون، والله ما يجون. انتخب قلك روح المدرسة انتخب. احنا ماشيين الأمور شو نسوي؟ ماشيينها بالثلج؟ ماشيينها بالثلج، شو نسوي؟ يم الله لا راتب ولا شيء. علاوة على درجات الحرارة العالية في هذه المنطقة، إلا أن الحزن لم يتركها، وقصة أبو كرار مثال على ذلك بواقعها المرير. هذه الغرفة تعبانة، الغرفة تعبانة. واللي عرفه هذا إيجار؟ إيجاري 175. أجهزة التبريد موجودة بهذا المنزل؟ لا ما عندي، بس واحد وعطل. واحد وعطل. شنو وضعك الأخير؟ وضعي كاسب، سيارة شغل سائق عند العالم. وضعي عالي؟ نفس الشيء، على الله وعلى السيارة. عندي المرة قلت لك مريضة، سكر وضغط وقالون. توجهنا بسؤالنا للحكومة المحلية، هل بالإمكان توفير السكن اللائق للفقراء بشكل يمكنهم من مغادرة المنازل الحديدية العشوائية؟ الإجابة كانت بصيغة التمني، وما نيل المطالب بالتمني كما يقال شعرا. المشاريع كثيرة في هذا الموضوع، لكن استحداث الدور الحديثة والمناطق الجديدة التي تفرز الآن كالأكوات الأولى والثانية والثالثة وغيرها من الأماكن، طلع الحمزة، مناطق على المدينة الرياضية، مناطق على شط البصرة، المستشفى التركي، مناطق بالاتجاه منطقة ياسين الخيبط، هذا التوسع الأفقي بالتأكيد سيسهم في حل الاختناق الحاصل في المدينة بما فيها العشوائيات. من البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.